مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى أن لا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. ما لا تعرفه عن أبطال مسلسل الوسم. بداية قصة هذا المسلسل، تدور أحداث المسلسل حول 4 شبان يتورطون بالعمل مع مافيا في عدة دول، حيث يلعب قصي خولي دور نورس وهو شاب مغامر يغادر سوريا متوجها إلى اليونان عبر البحر، لكنه يتورط لاحقا في العمل مع مافيا دولية توكل إليه عددا من الأعمال الإجرامية ليقوم بها، فينحرف بذلك عن مساره. أما إسماعيل تمر فيلعب دور رغيد شريك نورس وصديقه، وقد اختاره قصي خولي لأداء هذا الدور ليكون أول عمل درامي سوري في مسيرة إسماعيل فنية. تم تصوير المسلسل في بيروت وعدد من الدول الأوروبية، تدور أحداثه في مناطق مختلفة من آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما يوجد العديد من المشاهد التي تم تصويرها في عرض البحر. ويعتبر الأكشن والتشويق والمغامرة السمة الرئيسية لمسلسل الوسم، كما أن الجانب الرومانسي موجود لكن بشكل مختلف عن السائد. ويعرض العمل الأحداث التي مر بها الوطن العربي في السنوات الأخيرة، ويطرح قضايا مهمة كان مسرحها كل من سوريا ولبنان ومصر، كما يتطرق إلى معاناة اللاجئين في اليونان كونها محطتهم الأولى في رحلة النزوح إلى أوروبا. بداية، ممثل قصي خولي. ممثل سوري والده الإعلامي عميد خولي درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق الذي تخرج منه عام 1999. بدايته الفنية كانت عام 1999 في فيلم ذاكرة صعبة. في بداية حياته درس الحقوق لكنه سرعان ما تحول إلى الفن. موطنه سوريا، تاريخ ميلاده 1 أبريل 1976. ميسون أبو أسعد، ممثلة سورية، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم كانت بدايتها الفنية من خلال مسلسل زمان الوصل عام 2002، ثم شاركت بمسلسلين بالعام التالي هما قانون ولكن سيف من ذي يزن، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون، من أبرز أعمالها باب الشمس، على قيد الحياة، شهر زمان. موطنها سوريا، تاريخ ميلادها 1982 1 يناير. جابر جهدار، ممثل سوري مواليد 23 أغسطس 1982، من مواليد برج الأسد، خريج المعهد العالي للفنون، شارك الفنان بالعديد من الأعمال المسرحية. رشا بلال، ممثلة سورية بدأت حياتها الفنية في سن 6 عندما انضمت للنادي الموسيقي في اللاذقية وتعلمت العزف على البيانو تحت إشراف المدرب فهم الشعري الذي اكتشف موهبتها في الغناء قبل أن تسجل صوتها في إذاعة دمشق وتقدم أغنيتين للأطفال ومسرحية غنائية. أهم أعمال لست جارية، خاتون، طوفان. شاركت في فيلم تحت سرة القمر مع المخرج غسان شميت، وأدت فيه دور وعد، الفتاة المحبة للحياة والتي تعاني من العنوسة وهي شخصية مركبة ومختلفة. جوان الخضر، ممثل سوري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، استطاع في وقت قصير أن يشارك في عدة ورشات عمل منها في الأداء الصوتي مع الخبيرة الأمريكية ميريديث في المسرح، كما شارك المخرجة الهولندية في تقديم بعض الأعمال، وكان له الحظ في مشاركة اللبناني روجي عساف، ثم قدم مع فرقة رينبو الفرنسية إحدى مسرحيات شكسبير، ومن ضمن أعماله مسلسل شيفون بجانب الدراما التلفزيونية. قدم للمسرح مسرحية مهاجر. الموطن سوريا، تاريخ الميلاد 8 نوفمبر 1984. إسماعيل تمر، عارض أزياء في سوريا توب موديل، خريج معهد دراما أكاديمي للتمثيل، مغني راب ولديه ألبوم راب عربي تحت التراب 2012. مدرب بريك دانس، موطنه سوريا، تاريخ ميلاده 11 ديسمبر 1990. جلال شموط، ممثل سوري من مواليد 23 فبراير 1970 في حمص، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل. بدأ مسيرته عام 1992 من خلال مسلسل الأخوة،
ثم سافر إلى فرنسا ليكمل دراسته هناك. انتسب إلى نقامة الفنانين. أهم الأعمال التي شارك فيها بسمة الحزن، المحكوم، جلد الأفعى، صلاح الدين الأيوبي، صقر قريش، أرحور العين، على طول الأيام وغيرها. كان متزوج من الممثلة نادلي الرواس بعد أن جمعتهما الدراسة سويا في معهد الفنون المسرحية، ولهما طفلتان هما تيا وليا. الموطن سوريا، تاريخ ميلاده 23 فبراير 1970. وائل زيدان، ممثل سوري محبوب يتميز بعفيته وخفة دمه، يعمل أيضا كمدير إنتاج الأعمال الفنية، وهو شقيق الفنان الكبير أيمن زيدان وأيضا الفنان شادي زيدان، وله أخ توأم مهند زيدان. موطنه سوريا، تاريخ ميلاده 9 مارس 1970. جمال عبد الرزاع، ممثل مصري من مواليد مدينة الزقازيق بالشرقية، درس الحقوق، بدأ بالتمثيل من خلال مسرح الجامعة، وبعد أن حصل على لسانس الحقوق قام بالالتحاق بأكاديمية الفنون وعمل في التلفزيون السينما. محمد سوقي، ممثل مصري شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها مسلسل بحر عام 2019 ومسلسل ورق الباب جزء الثاني عام 2021. فاطمة محمد علي، ممثلة ومطربة مصرية شاركت في العديد من العروض المسرحية الناجحة، كما نالت مؤخرا جائزة أحسن ممثلة عن دورها المتميز في العرض المسرحي طقوس الموت والحياة من إخراج مازل الغرباوي. محمد مهران، ممثل مصري شاب من مواليد عام 1990 بمدينة القاهرة، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في عام 2012 في العرض المسرحي حنكتب دستور جديد الذي نال عنه جائزة الدولة التشجيعية، كما شارك في بطولة المسلسل التلفزيوني ذات الذي أخرجه كل من كاملة أبو ذكري وخيري بشارة، وحاز مهران على أول بطولة سينمائية له على الإطلاق في عام 2013 من خلال فيلم أسرار عائلية. لبنى ونس، تزوجت لبنى من خارج الوسط الفني ورزقت بثلاثة أبناء، ثم رحلت إلى البحرين حيث عاشت نحو 10 سنوات، شكلت خلالها هناك فرقة غنائية وعادت إلى القاهرة، فتحت أتيلي صغير بمنزلها، ثم عادت إلى السينما من خلال عدة أدوار مساعدة مختلفة. تاريخ ميلادها 1 يوليو 1961 وبلد ميلادها مصر. فمن هو ممثلكم المفضل؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس.